السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en chimie de la deuxième année du baccalauréat. Donc aujourd'hui, on va résoudre l'exercice 5 sur la page 50 sur le chapitre intitulé suivi de l'évolution d'une transformation chimique, la vitesse volumique. Donc on commence par l'énoncé de cet exercice. Donc la réaction de l'urée dans une solution aqueuse est une transformation totale selon l'équation. Donc هنايا هذا هو الاكسجين غير ما بينش مزيان. هذا واحد العنصر سميتو الوري. اذا التفاعل نتاعو كيعطينا هاد جوج ديال لي برودوي. دونك لا كورب suivante donne l'évolution de la concentration. Donc, cette fois, on a la concentration de l'urée. Nous connaissons la concentration, puisque c'est un réactif, la concentration, bien sûr, va être décroissante, va être 4-. Mais si on a x, on a une fois qui a l'exponentielle, on a une fois l'exponentielle, on a une fois suivante, تناقص والتزايد ديال داك لا غروندور اللي عطاك. دابا بيسك عطينا لا كونسونطراسيون فالمي بيان لاحظوا سي اون فونكسيون اكسبونونسييل هباطه. علاش؟ لان لا كونسونطراسيون كتنقص مع مرور الزمن، يعني خلال يعني تقدم التفاعل الكيميائي. دونك هنايا لوغي او كور دون اكسبيريونس رياليزي ا 50 دوغري سيلسيوس. هاد 50 دوغري سيلسيوس كتذكرنا بلا سينيتيك اللي كتعطيها لينا لا تمبيراتور. سي ان فاكتور سينيتيك، هما رفعوا درجه الحراره باش يزيدوا يسرعوا التفاعل اكثر. هذا كيعني ان هاد لا رياكسيون سي رياكسيون تري لونت، دونك افيك اون كونسونطراسيون انيسيال. اذا بدينا بلا كونسونطراسيون تاع هاد العنصر هذا اللي هو ليوغي شحال 0.3 مول بار لتر. دونك وهي اللي غادي تكون ممثله بيان سور هنايا في هاد الميبيان. اذا كنبداو بالسي زيرو، دونك هادي هي السي زيرو. اذا في الميبيان سي زيرو ايتيكال سي زيرو كتساوي 0.30. اذا هاد السي زيرو بدات كتنقص كتنقص مع مرور الزمن. اذا دابا غادي نمشيو ونجاوبو على بروميير كيسيون قبل ما نحتاجو هاد الميبيان هذا. دونك دريسي لو طابلو دافونسمون دو لا رياكسيون كي ياليو. Donc le tableau d'avancement, bien sûr, je dois le taqdoum. Et je connais comment les réactifs. Et dans les réactifs, on a l'urée. Ramziel, je connais H2N. Donc on a H2N2O. Ah, pardon, C. CO. C ou le carbone. On a juste dit le. حيت الكربون عنده جوج ديال تقريبا الروابط جوج. دونك هنايا هذا بالنسبه للرياكتيف عندنا ان سول رياكتيف. اذا هنايا نسيباريو لي رياكتيف على لي برودوي. ولي برودوي شكون هما؟ عندنا اش ان اش بلس ان اش ان اش 4 بلس ان اش 4 بلس ثم عندنا CN أو موان CN أو موان بجوجهم ديزاكو. فوالا دونك هنايا عندنا اللحظة تي إتيكالا زيرو وعندنا اللحظة تي وعندنا اللحظة تي فينال. هاد المرة تي فينال كتساوي تي ماكس. تي ماكس يعني علاش؟ لأن لا رياكسيون كي دايرة إلي توتال. هنا قالو لنا بأن لا رياكسيون توتال ستدير حتى حاجة ما كتبقى، كلشي كيتفاعل. دونك فوالا. دونك دابا خلال تي ايتيكال زيرو شحال عندنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد العنصر اللي هو اليوغي. دونك كانت عندنا سي زيرو هي لا كونسونطراسيون تاعو، ولكن غنضربوها في لو فوليوم. علاش؟ باش تعطينا لا كونتيتي دو ماتيير. هنايا في اللحظة تي ايتيكال زيرو كان ما عندنا حتى شي عنصر من لي برودوي، دونك زيرو. في اللحظه تي
خلال اللحظة تي شنو غادي يوقع؟ غادي يبدا التفاعل، غتعطينا سي فوا في وغادي نقصو منها اكس. اكس هي لا كونتيتي دو ماتير التي تتفاعل، كل لحظة هاد الاكس كتزيد. وهنايا ما عطاوناش الميبيان ديال اكس، لو كان عطاونا الميبيان ديال اكس غادي يكون بحال هكا، لان اكس كتبدا بزيرو وكتزيد، ولكن هما عطاونا لا كونسونطراسيون اللي كتنزل، ولهذا يكون ديفيرونسي اونتر لي دو. اذا هنايا شحال غتظهر لينا؟ غتظهر لينا اكس، وهنا غتظهر لينا اكس، ولكن بلاتي نشوفوا واش عندنا دي كوفيسيون، نشوفوا واش المعادله متوازنه. دونك هنا الى جينا نقلبوا واش لي ايكواسيون الي، دونك شحال عندنا ديال الاش؟ عندنا 4، دونك 4 هاد الاش. عندنا الان، عندنا جوج ها ان وها ان، عندنا السي واحد ها السي، عندنا الاكسجين واحد ها الاكسجين، عندنا لا شارج هنا بلوس هنا مو، دونك ليكواسيون الي تيكيليبر. دونك اون با بيزوان دابا، ما نحتاجوش هنا لي كوفيسيون ستوكيوميتريك، دونك ما نحتاجوش لي كوفيسيون ستوكيوميتريك. اذا هاد لي اكس غادي يبقاو هكدا، دونك داكشي اللي تنتج ديال الاكس غادي يتعطى لهادو بجوج، وهو اللي كينقص بالنسبه لو رياكتيف. دابا بالنسبه للتي ماكس شحال غتكون عندنا هنا؟ دونك غتكون عندنا زيرو، وهنايا غادي تكون عندنا سي زيرو فوا في، وهنا سي زيرو فوا في. دونك علاش؟ لان هنايا يعني هاد العنصر هذا غادي يتفاعل كليا، دونك والاكس غادي تساوي سي فوا في، لان نديرو هادي تساوي زيرو، ستادير اكس كتساوي سي زيرو فوا في، ونعوضو هادي. دونك فوالا، ولكن حنا اللي كيهمنا هو هاد اللحظة هادي تي، حنا غنشتغلو هنا. دونك فهاد ليكزارسيس غادي نخدمو هنايا فهاد اللحظة، يعني بين بداية التفاعل والنهاية ديالو. غادي نمشيو لا كيسيون سيفونت. دونك لا كيسيون سيفونت، ديفينير لو طون دو دومي رياكسيون تي ان دومي، اي بريسيزي سا فالور سور لا كور سي ايتيغال ا اف دو تي. دونك شكون هو تي ان دومي؟ دونك تي ان دومي، دونك لو طون، ولا سميتو لو طون دو دومي رياكسيون، لو طون دو دومي رياكسيون، هو ماشي الزمن ديال التفاعل نقسموه على جوج، نو. دونك لو طون دو دومي رياكسيون اي لو طون نيسيسير، هو زمن بطبيعة الحال، هو زمن، ولكن هو لو طون نيسيسير بوركوا؟ بور كو لافونسمون، pour que l'avancement, شنو هو l'avancement؟ l'avancement هو l'X، que l'avancement de réaction avec l'X، donc l'avancement de réaction soit égal à quoi؟ soit égal à la moitié، خصو يساوي لا مواتي، خصو يساوي النصف ديال لا يعني ديك لافونسمون النهائي، ستادير اكس فينال، لا مواتي دو اكس اف. حنا اكس فينال هنايا كيساوي اكس ماكس، اذا ستادير في هاد الحالة اكس ماكس سيود، يعني داك الكمية ديال لا ماتيير اللي ظهر في النهاية كنقسموها على جوج. وبما ان هنا في هاد الحالة لا رياكسيون اي توتال، شحال غتكون اكس ماكس؟ اكس ماكس بيان سور غادي تكون هي سي فوا سي زيرو فوا في سور دو، سي زيرو فوا في سور دو، هادي هي اكس ماكس، سيتادير دونك اكس ماكس سور دو كتساوي سي فوا. ولكن حنايا دابا هادي سين كونستونت، فمن الميبيان غادي نحددو الزمن انطلاقا من سي زيرو في سور دو، دونك يعني اننا سيتادير في هاد الحالة غادي يكون هو غادي يكون هو يعني لو طون اللي كيقابل نصف التركيز، يعني سي زيرو، يعني الزمن تي ان دومي اللي يكافئ سي زيرو سور دو. دونك هذا هو، هكذا غادي نحددوه انطلاقا، غنمشيو للميبيان دابا باش نحددوه. دونك عندنا سي زيرو شحال كتساوي؟ كتساوي شحال؟ 0.30، سيتادير شحال؟ حنا غادي نحددو 0.15 هي التركيز
سي زيرو سير دو كتمثل سي زيرو سير دو كتساوي شحال؟ 0.15 مول بار لتر، لتر موانز. ولكن دابا هنا في هذا الميبيان كاين واحد لو بتي بروبليم، داروا لنا واحد لو بتي بروبليم. شنو هو؟ هو 0.10 ما داروهاش اكزاكت، هي تمثل 0.10 ك كونسونطراسيون كتمثل 0.11 في البابي مليمتر. يعني هنايا 0.11 وهنايا 0.11. دونك هنا بحال اللي حنايا خصنا باش نحددو النصف هنايا ديال هادي خصنا 0.11 زائد 0.11 زائد 0.11 يعني حنا بغينا 0.15 كتركيز ككونسونطراسيون، ولكن في البابي ميليمتري خصنا 0.33 على جوج، سيتادير شحال غتعطينا؟ غتعطينا 0.16 165. إذا هنايا باش غادي نلقاوها شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو وغادي نقلبو عليها باش نلقاو يعني يعني على البابي ميليمتري كم تكافئ 0.15. إذن هذه هي عندنا شحال؟ 0.10 11 12 13 14 15 16 16 ونص. إذن هذه هي شكون؟ سي زيرو سير دو. إذن غادي ناخذ دابا المسطره نقلبوا على القيمة التي تكافئ هذا 0.165 ونحددوا المقابل ديالها على ايش؟ على لاكس دي زيكس، على لاكس دي زيكس. غادي نجيو هنايا نديرو لي بروجيكسيون بيان سور، دونك غنديرو دي بروجيكسيون باش نلقاو كم تمثل. دونك هي هادي غادي تكون المقابل ديالها على لاكس دي زيكس، غادي يكون هو هذا. إذن هنايا شحال دارت؟ هنايا عندنا 4، هنا 5، 4.2، 4.4، إذن تكافئ شحال؟ 4.5 يونيت. داكوغ؟ إذن هنا جواب على لاكيستيون. تي أن دومي، تي أن دومي شحال كتساوي؟ إذن هي المقابل ديال سي زيرو سير دو لاكس ديال لي زوردوني، ستادير كو تي أن دومي كتساوي شحال؟ 4.5 يونيت. هما عقدوا شويه الامور، كان عليهم يديروا داك الشيء اكزاكت، ولكن غير بغاو يشوفوا واش يعني حنايا متمكنين من اننا نعرفوا، اولا غادي نجيو نديروا بحال هكا. غادي نجي هنايا غادي نقول 0.10، اذا هذه 0.15، ندير هكا تخرج ليا 5. داكوغ، هما الاغلبيه كاين اللي غيمشي في هذا الاتجاه، ولكن لا، خصنا نشوفوا يعني نحصرمو السلم. دابا هما داروا واحد ليشيل، هذاك ليشيل غادي يدير شي شويه ديال الارتباك بالنسبه لهاد القيمه هادي. غادي نمشيو لا كيسيون سيفونت. دونك لا كيسيون سيفونت، دوني لا ديفينيسيون دو لا فيتيس فوليميك دو لا رياكسيون اي اكسبليكي كومون بوتون اوبتوني سا فالور ا بارتير دو لا كور سي. داكوغ، دونك لا فيتيس فوليميك شنو هي؟ دونك لا فيتيس فوليميك par définition c'est la quantité de matière formée ou disparue par unité ديالاش par unité de temps بدلالة الزمن unité de temps et de volume يعني هي et de volume. دونك و كتكتب على الشكل التالي. دونك v شنو كتكتب؟ كتكتب واحد على v le volume fois d ديال x sur d. دونك هاد لا ديفيرونس هادي، هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير لي تكونات بارابور او طون
et par rapport au volume. Donc, il y a la définition de la vitesse volumique. Donc, la question sera, comment peut-on obtenir sa valeur? Donc, la valeur de la vitesse, donc on doit le volume qui connaît. ولكن هنا خصنا دابا في هذه الحاله هذه في هذه الحاله ما عندناش الاكس. هذا هو دابا الفرق بين هنا ما عطينش الاكس ما عطينش ان منحنى ديال لا كونتيتي دو ماتير عطينا واحد المنحنى ديال لا كونسونطراسيون داكور. دونك دابا الا بغينا نحددوها خصنا لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت. دابا هذه في راه باين ولكن الى رجعنا للميبيان باش نحددوها خصنا لو كوفيسيون ديريكتور ديال المماسات في اي لحظه بغيتي لاكو لا يعني دونك كيفاش غنعبروا على هذا الشيء. دونك غادي اون دوا فور ديتيرميني هاد لا فيتيس فوليميك اون دوا اكستراير شنو غادي نستخرجوا اكستراير دو لا كورب. شنو غادي نستخرجوا من لا كورب لو كوفيسيون ديريكتور لو كوفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت يعني ديال المماس في اش من مماس الانستون لان لا كونتيتي دو ماتي لا فيتيس فوليميك عندها علاقه باي لحظه لان في اي لحظه نقدروا نحددوها. اذا خصنا نحددوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت الانستون تي يعني الانستون اللي بغينا نحسبوا فيها شنو الانستون اللي بغينا نحسبوا فيها لا فيتيس فوليميك. مثلا هنايا هما غالبا كيطلبوا لنا لا فيتيس الاولى يعني هذا السين طونجونت. الا حسبنا لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات اللي هي لا طونجونت في الانستون تي ايتيغال زيرو غادي نلقاو لو كوفيسيون ديريكتور وغنقسمو على الفوليوم وغنلقاو لا فيتيس فوليميك. ولكن كيمكن يعطيونا مثلا نلقاو لا فيتيس فوليميك في اللحظه 5 مينوت. اذا هنا عاوتاني خصنا اون طونجونت وهذيك لا طونجونت غادي نحددو ليها عاوتاني لو كوفيسيون ديريكتور باش نحسبو لا فيتيس فوليميك. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا كيسيون نمشيو لي زوتر كيسيون. دونك لا كيسيون سويفونت déterminer graphiquement la vitesse volumique. On m'a d'abord demandé la vitesse volumique. Mais à quel moment de cette réaction, idem, on va donner la vitesse volumique à la t égale à 0, à la hauteur de la masse qui m'a donné, ou كذلك au bout de la demi réaction. يعني on a donné la vitesse volumique en deux de la حدث. Donc on va commencer à t est égal à 0. ولكن لاحظوا هنايا الطي اي تي قال 0 ولا قبل ما نمشيو للطي اي تي قال 0 غادي ناخذوا لا فيتيس فوليميك شنو عطينا شنو كنعرفوا حنا لا فيتيس سي 1 سور في فوا دي ديال اكس سور دي دي. ولكن انا واش غادي نحدد لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا كونتيتي دو ماتيير؟ لا انا خصني نحدد لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا كونسونطراسيون. اذا خصني نخرج من لا من لا كونتيتي دو ماتير ونمشي لا كونسونطراسيون. كيفاش غادي ندير؟ غادي نجي للطابلو الطابلو ديالي هنايا لا كونتيتي دو ماتير هي هادي في لانستون تي. اذا الا جيت هنايا درت لهادي الديريفي دونك هنا دونك اكس دونك هنايا خصنا نخرجوا من اكس نمشيو للسي دو تي. دونك شنو عندنا حنايا؟ انا حساب على حساب ميبيان على حساب الطابلو دافونسمون شنو كتساوي؟ عندنا سي زيرو فوا في ناقص الاكس دو تي شنو كتساوي؟ كتساوي سي دو تي. دابا حيت سي سي تين فاريابل وغادي نضربوها في في داكوغ في الحجم. هادي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال c'est une constante حيت معطيه لنا. هادي لا كونتيتي دو ماتيير ديال لافونسمون اللي ما عطاوهالناش من ميبيان اللي هي كتزيد. وهادي لا كونتيتي دو ماتيير في اللحظه تي
هادي لا كونتيتي دو ماتير. اذا هنا الى جينا درنا لا ديريفي ديال هادشي دخلنا لا ديريفي هادي سيتين كونستانت اذن ديريفي ديالها زيرو هادي غادي تعطينا دي ديال اكس سور دي تي وهادي غادي تعطينا في حيت في سيتين كونستانت دي دو سي سور دي تي. اذا شنو غتساوي دابا دي ديال اكس سور دي تي دي ديال اكس سور دي تي غادي تكون كتساوي موان في فوا دي دو سي سور دي تي. اذا شنو غادي ندير دابا انا غادي نحيد هاد دي دو اكس سور دي تي حيت ما عطاونيش مي بيان فيه دي دو اكس سور دي تي. الحق هذا الشيء كان علينا نديرو في لا كيسيون بريسيدون ولكن انا خليته هنايا لي باش نعرفوا علاش وغادي نعوض بهذا الشيء داكوغ. دونك الا جيت هنايا عوضت لا فيتيس فوليميك اذا لا فيتيس فوليميك في اللحظه تي حتى هذه راه في دو تي اتونسيون حتى هذه راه اون فونكسيون دو طون. في دو تي شنو كتساوي واحد على في وغادي نضربها فاش في موان في الحجم في دي دو سي اللي هو لا كونسونطراسيون كي فاري سير دي تي. هنا خصنا دائما نفرقوا بين سكي كونستون وسكي فاريابل. دابا شكون اللي كيتغير هنا اللي كيتغير سي لا فيتاس و سي وكذلك الاكس غير ما عطاوناش منحنى ديال الاكس عطاونا منحنى ديال الكونسونطراسيون. دابا كيسك سافا دوني هادشي دابا غادي يعطينا هادشي غادي تمشي كرون في مع كرون في وغادي تعطينا لا فيتاس فوليميك بدلاله لا كونسونطراسيون هي موان دي دو سي سير دي تي وهادي هادي سي دو تي وهادي في دو تي. فاش كنقولو في دو تي سيتادير إل فاغي أون فونكسيون دو طون. دابا هادي هي اللي غادي نخرجو بها. دابا إلا بغيت نمشي نستخرج لو كوفيسيون ديريكتور شنو نخرج؟ نخرج لو كوفيسيون ديريكتور ديال التركيز ديال المماس ديالي. إذا غادي نرجعو دابا لميبيان وغادي نجيو ونقولو أتي إتيكال زيرو أتي إتيكال زيرو غادي نحددو لا فيتاس فوليميك نحددو لا فيتاس فوليميك في اللحظة تي ايتيكال زيرو. إذا شنو غادي تعطينا لا فيتاس فوليميك سي في دو زيرو ايتيكال موان دي سي دو زيرو لا كونسونطراسيون سي دو زيرو سور دي تي. دونك هنا غادي نمشيو لميبيان وغادي نحددو لو كوفيسيون ديريكتور اللي هو هذا سي ان كوفيسيون ديريكتور وغادي يعطينا. إذا غنجيو هنايا خصنا جوج نقاط باش نحددو لو كوفيسيون ديريكتور. اذا شنو هما لي بوين اللي غناخدو غناخدو هاد البوين هذا هاد البوين دابا شنو كيمثل هذا سي زيرو بالنسبه لو طون و 0.30 بالنسبه لا كونسونطراسيون هاد لو بوين. وهاد لو بوين هذا شنو هو هاد لو بوين اللي هو كنعتبروه الطون شحال كيمثل. اذا هاد لو بوين هو دونك عندنا واحد جوج ثلاثه اذا اربعه بالنسبة للمينوت وشحال بالنسبة للآخر زيرو. إذا انطلاقا من هاد جوج لي بوان غادي نحددو لو كوفيسيون ديريكتور. دونك غادي نمشيو وغادي نحددو. دونك عندنا جوج لي بوان دونك عندنا زيرو زيرو فيكل ترونت وعندنا كاتر زيرو. إذا شنو غادي تساوي في دو زيرو يعني في دو زيرو ستادير لا فيتيس فوليميك اللحظة تي ايتيكال زيرو. دونك غادي تكون كتساوي موان غادي نديرو فرق الأراتيب على فرق الأفاصيل ندير هذا ناقص هذا على هذا ناقص هذا دونك غتعطينا 0.30 إلا درت هذا ناقص هذا خصني ندير هذا ناقص هذا 0.30 موان زيرو سير إذا بديت بزيرو إذا غتعطينا هنا زيرو موان كات. كيسك سافا دوني غادي تعطينا الفوق تعطينا ناقص 0.30 والتحت تعطينا موان 4. اذا لاحظتوا لا فيتاس فوليميك خرجت لنا بوزيتيف. اذا غادي نقسموها على 4 0.30 دونك 0.30 ديفيزي بار 4 دونك 0.075 دونك 0.075. ولكن هذا الشيء ياش المينيت هنا في الحقيقة خصنا نحولو دابا هادشي بالمينيت لأن لتحت عندنا المينيت وبالنسبة للكونسونطراسيون باش دونك بالنسبة للكونسونطراسيون مزيان عندنا المول بار ليتر موانزا ولكن هنا مينيت. إذا شنو غادي نديرو غادي نقسمو على 60
اذا هذه نخليوها حتى حنا بالمينوت حتى هما كيخليوها بالمينوت. دونك هنايا شنو غتعطينا؟ مول. علاش مول؟ لان المول عندنا اكس فايش في الفوليوم. الفوليوم عندنا لتر موان زان، لتر موان زان، حيت الفيتاس فوليميك منها كنعرفوا الوحده، واحد على في دي ديال اكس سور دي تي. هذا مول، هذا لتر موان زان، هذا مينيت موان زان، حيت كل حاجه هما حسبوها بالميلي مول. اذن غتعطينا 75 ميلي مول، يعني لان واحد مول كيساوي شحال؟ 1000 ميلي مول. اذن 75 ميلي مول في لتر موان زان في ام في مينيت موان زان. دونك هادي لا فيتاس فوليميك فوقاش في لانستون تي ايتيكال زيرو. حنا كنقولوا دائما بانها هي الاكبر، لان لا فيتاس فوليميك كتنقص. دونك دابا غادي نمشيو في اللحظه تي، قالوا لينا تي ايتيكال تي ان دومي. دونك في اللحظه تي ان دومي، اذا في اللحظه تي ان دومي عاوتاني غادي نمشيو ناخذ جوج لي بوين، غادي ناخذ جوج لي بوين. فينا هي تي ان دومي؟ دونك تي ان دومي سي فو رابولي شحال قلنا لقينا في تي ان دومي؟ هنايا عندنا تقريبا 0.15 بالنسبه لا كونسونطراسيون، 0.15 هنايا 0.15، وبالنسبه لهنايا عندنا 4.5، بالنسبه لهنايا 4.5. اذا هنايا خصنا جوج ديال لي بوين كما قبيله. دونك قبيله كنا خدينا جوج ديال لي بوين، كانت العمليه سهله. علاش؟ لان هذاك المماس كيقطع لاكس ديال، كيقطع لاكس ديال لي زيكس هنايا في طو. دابا غادي نحاولوا ننشئوا يعني المماس لا طونجونت فينا بلاصه في تي ان دومي. اذا تي ان دومي سي فو رابولي هي هادي. دونك هنايا لقينا تي ان دومي، اذا في هاد لو بوين هذا غادي ننشئوا واحد لا طونجونت. اذا عندنا واحد واحد النقطه اللي هي 4.15 هادي باينه، ولكن خصنا نقطه اخرى. اذا خصنا يا اما نقطعوا لا طونجونت مع لاكس دي زيكس ولا مع لاكس دي زيكغريك. انا افضل لاكس دي زيكس. علاش؟ لان لاكس دي زيكغريك فيه التدريجات شي شويه ما مريقلينش. داكوغ؟ اذا من الافضل اننا نشؤوا لا طونجونت ونقطعوها مع لاكس ديال لي زيكس ونلقاو نقطه ديال التقاطع اخرى. غادي نمددو هاد لا طونجونت جوسكا اسكو اننا نوصلو له التقاطع مع لاكس ديال لي زيكس. دونك هنايا فوالا، اذا هاد النقطه هادي هي النقطه الثانيه. اذا عندنا لو برومي بوين، شكون هو؟ هو هذا، هاد لو بوين هذا. شنو هو الاحداثيات ديالو؟ الاحداثيات ديالو على لاكس دي زيكس سي 4.5 بوين فيرغول على لاكس دي زوردوني 0.15. داكوغ؟ هذا نسميو لو بوين ا. لو بوين بي هو هذا. دونك لو بوين بي دونك ربما جو كخوا انه دونك ماشي قد قداش، غادي يكون بحال هكا. اكسكوزي مو هنا فوالا، لان خصنا نجيبو داكشي فوالا. دونك غادي نعتبرو هادي كتمثل شحال؟ 11.5. دونك عندنا لو بوين الثاني بي، شنو هو؟ على لاكس ديال لاكس ديال لي زيكس هو 11.5، وعلى لاكس دي زيكغريك 0. دونك غادي ناخدو هاد جوج لي بوين، غادي نمشيو نشتغلو بيهم باش نلقاو لو كوفيسيون ديريكتور في اللحظة تي ايتيكالا ان دو. دونك في اللحظة تي ايتيكالا ان دو عندنا لا طونجونت كتمر من جوج ديال لي بوين اللي هما ا شحال قلنا 4.5 سير لاكس دي زيكس و 0.15 بالنسبة لاكس دي زيكغريك. وعندنا لو بوين بي اللي كيمثل 11.5 سير لاكس دي زيكس و 0 سير لاكس دي زيكس. دابا غادي نجيو غادي نحسبو دي دو سي، دي دو سي سير دي تي فوقاش في لانستون، يعني حنا كنحسبو لا فيتاس فوليميك في تي ان دو. دونك غادي تكون كتساوي لو كوفيسيون ديريكتور
نضربو هنا في ناقص بيان سور حيت الريزلت غيكون سالب. غناخدو لي زوردوني نطرحهم بعضياتهم، اذا 0.15 ناقص 0، والاخرى غادي نقصو هادي من هادي، حيت بدينا بهادي ناقص هادي هنا نبداو بهادي ناقص هادي، تعطينا 4.5 ناقص 11.5، وما نساوش لو سينيمو هنا، هنا تعطينا ناقص 0.15 على هنايا نقصو 4 تبقى 7، دونك الى نقصنا دونك كتبقى 7، دونك سير موان 7، اذا شحال كتساوي 0.15 سير 7، غادي نحسبوها 0.15 ديفيزي بار 7، دونك شحال عطاتنا 0.021، وبلا ما نزيدو داكشي اللي من بعد الفاصله فياش، دابا غنجيبو الوحدات شنو عندنا، عندنا المول لتر موان زان، هذا الفوليوم، و تي تي مينيت موان زان، مينيت موان زان، نرجعو على المليمول، غتعطينا 21 مليمول، فوا لتر موان زان، فوا مينيت موان زان. دونك هنايا لاحظتوا حاولنا نلقاو لا فيتيس فوليميك، بيان سور الطريقه الاولى اسهل لا فيتيس، شنو كنلاحظوا بالنسبه لا فيتيس فوليميك نقصات، كانت عندنا 75 في اللحظه تي تيكال 0، علاش؟ لان ديجا قلنا علاش، لان لا كونسونطراسيون كتنقص بلوس لا كونسونطراسيون كتنقص، والا كيولي الاحتماليه كتسمى لا بروبابيليتي دو بريزونس، يعني الاحتماليه باش يتلاقاو لي رياكتيف فيما بينهم كتكون ضعيفه، وبالتالي كتنقص السرعه ديال التفاعل. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine.